بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. علم السلف صافي من الكتاب والسنة، وعلم الخلف فيه دخيل، فيه خلط كثير غير مصفى. أما علم السلف فهو مصفى، ولهذا تجدون كتب السلف كل ما تقادم تجدونه أصفى وأقل تكلفاً. ولهذا يقول العلامة ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، يقول: السلف كلامهم قليل وعلمهم غزير، والسلف والخلف علم عمل كلامهم كثير. الخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل. فلنتنبه لهذا الأمر. هذا هو منهج السلف الذي لا نجاة لنا إلا بالسير عليه والصبر عليه بعد أن نعرفه ونتعلمه على الطريقة الصحيحة غير المزورة والملبسة. فيها أشياء تنسب إلى السلف وهي باطلة، ليست من مذهب السلف، فلنحذر من هذا. هذه كلمات يسيرة في هذا الموضوع، ولا أستطيع الإحاطة به من كل جوانبه، ولكن الله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والسير عليه والصبر على الأذى فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.